الأصحاح الثامن. ولما فض الحمل الختم السابع ساد السماء سكوت نحو نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين أمام الله، وأعطي كل واحد منهم بوقا، وجاء ملاك آخر يحمل مبخرة من ذهب ووقف عند المذبح، فأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع صلوات القديسين على مذبح الذهب أمام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور مع صلوات القديسين أمام الله، ثم أمسك الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح ورماها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. واستعد الملائكة السبعة الذين يحملون الأبواق السبعة لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار ممتزجان بالدم، واحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي تعيش في البحر، وتحطم ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فهوت من السماء نجمة كبيرة كأنها شعلة من نار، ووقعت على ثلث الأنهار وعلى الينابيع، وتدعى النجمة علقما، فصارت المياه كالعلقم، ومات كثير من الذين شربوا منها لمرارتها. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فأصيب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، حتى أظلم الثلث، وفقد النهار والليل ثلث ضيائهما. ونظرت فسمعت نسرا طائرا في وسط السماء يقول بأعلى صوته: الويل 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 لسكان الأرض عند دوي أصوات الأبواق الباقية التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.